بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أبناء الطلاب. في الحصة دي هنبدأ بشرح درس الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة. في البداية هنفتكر الدرس الماضي، الضمائر. عندي مجموعة من الجمل مطلوب منك بأنك تستخرج الضمير وبأنك تبين نوعه ثم تعرب الضمير. في المثال الأول، أنت تلميذ مجتهد. فين الضمير اللي موجود عندنا؟ الضمير اللي موجود عندنا هو كلمة أنت. الضمير ده نوعه ضمير بارز منفصل. الضمير ده بيعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. في المثال الثاني، المتسابقان فازا في المسابقة. هنا عندي الضمير هو ألف الاثنين، ولكن ما تخلطش ما بين الألف اللي موجودة في كلمة المتسابقان والألف اللي موجودة في كلمة فازا. فالألف اللي عندي هنا في المتسابقان هي علامة إعراب المثنى وليست ألف الاثنين. أما الألف اللي دخلت عندي في الفعل فازا هي ألف الاثنين، وهي ضمير مبني في محل رفع فاعل. في المثال الثالث، صديقه ذو خلق يحبه الجميع. فين الضمائر اللي موجودة عندي هنا؟ أنا عندي هنا ضمير الكاف، وهو ضمير بارز متصل، زي ما عندي ألف الاثنين ضمير بارز متصل، والكاف هنا ما تنساش أنها من ضمائر النصب والجر، فهنا الكاف بتعرب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو أنت ما عرفتش تعرب الضمير، رجع الضمير للاسم الذي يعود عليه، صديق محمد ذو خلق يحبه الجميع أو أي كلمة مكانها، يبقى الكلمة اللي موجودة بعد كلمة صديق هي كلمة مضاف إليه. يبقى عندي هنا الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. بعد كده عندي يحبه الجميع، عندي هنا ضمير الهاء. ضمير الهاء هنا هو ضمير نصب، لأنه هنا جاء في موقع مفعول به، فهو هنا يحب الجميع صديقك، وهي الكلمة التي يعود عليها الهاء، وبالتالي الهاء هنا ضمير بارز متصل في محل نصب مفعول به. طيب فين الفاعل بتاعي؟ هل هو ضمير مستتر ولا الفاعل بتاعي اسم ظاهر؟ الفاعل بتاعي هو كلمة الجميع، فهو هنا اسم ظاهر، وبالتالي لا حاجة لتقدير الفاعل. هنبدأ هنا نتكلم عن الفعل الصحيح ونتعرف يعني ايه فعل صحيح. في الدرس ده هنصنف الافعال تصنيفة مختلفة عن التصنيفات اللي احنا اخدناها قبل كده، زي مثلا تصنيف الافعال الى ماضي ومضارع وامر. هنا هنتعرف على تصنيف اخر للافعال، وهو ان يكون الفعل صحيح او معتل. طيب يعني ايه فعل صحيح؟ الفعل الصحيح هو ما سلمت حروفه الاصلية من حروف العلة. وركز جدا في كلمة حروفه الاصلية مرة تانية. الفعل الصحيح هو ما سلمت حروفه الأصلية من حروف العلة. طيب إيه هي حروف العلة؟ حروف العلة ما تنساش بأنها المجموعة في كلمة واي، فهي الواو والألف والياء. وياريت ما نخلطش ما بين حرفين لازم تفرق ما بينهم. فرق ما بين الهمزة واللي بتظهر بالشكل ده، وما بين الألف اللي بتظهر بالشكل ده. فهنا الحرف الأولاني بنقول عليه الهمزة، والحرف الثاني بنقول عليه الألف، والألف هنا هي اللي من حروف العلة. طيب زي ما أكدنا لازم يكون الحرف ده من حروفه الأصلية. يعني إيه إنه يكون من حروفه الأصلية؟ لو أنا قلت مثلا يكتب، هنا ظهر عندي حرف الياء وهو من حروف العلة. طيب هل حرف الياء ده هو من الحروف الأصلية للفعل يكتب، ولا هو من الحروف الزائدة؟ لو أنت جيت بصيت عليه هنا هتلاقي بأن الفعل يكتب الأصل بتاعه هو كتب. فعندي هنا الفعل كتب، لما أرده للماضي وأشيل أي ضمائر أو أي حاجة دخلت على الفعل، هتلاحظ بأن الفعل هنا يخلو من حروف العلة، وبالتالي الياء ديت ليست أصلية، وبالتالي نقدر نقول على الفعل يكتب بأنه فعل صحيح. هنرجع تاني ونشوف الأمثلة. هو في البداية بيعرفنا بأن في ثلاث تصنيفات للفعل الصحيح، وهو صحيح مهموز، صحيح مضاعف، صحيح سالب. هنتعرف على كل واحد منهم دلوقتي. الصحيح المهموز، قال لنا في الصحيح المهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف همزة. طيب يبقى أنا دلوقتي في الفعل المهموز ما تنساش أن عندك فيه شرطين. الشرط الأولاني بأنه يكون فعل صحيح فتخلو حروفه الأصلية من حروف العلة، بالإضافة إلى الشرط الثاني بأنه يكون أحد حروفه الأصلية همزة. وبالتالي لما يبقى مثلا عندي كلمة زي رأى، عندي حرف همزة هنا أصلي، ولكن في عندي برضو حرف علة، فالفعل ده ما ينفعش بأننا نقول عليه فعل صحيح. عندي دلوقتي في الفعل أكل. طيب الفعل أكل تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة زي ما اتفقنا، وبالتالي هو فعل صحيح، وأحد حروفه الأصلية هي همزة واللي بتظهر هنا في الأول. وبالتالي ما دام في همزة ظهرت عندي هنا في الحروف الأصلية ويخلو الفعل في حروفه الأصلية من حروف العلة، يبقى أنا عندي الفعل أكل بنسميه فعل مهموز. طيب أيا كان مكان الهمزة بنسمي الفعل
فعل مهموز إما أدام خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. على سبيل المثال الفعل سأل، جت الهمزة في وسط الكلمة ما جتش في أولها زي ما هي في كلمة أكل، أو الفعل ينشأ جت الهمزة في آخرها. فأيا كان موضع الهمزة هنا يهمك بأنك تتأكد من شرطين، الشرط الأولاني بأنه يكون فعل صحيح تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة، الشرط الثاني بأنه يكون أحد حروفه الأصلية همزة زي ما هو واضح قدام حضراتكم. طيب أكل وسأل تأكدنا منهم، طب ينشأ ظهر فيها حرف الياء وهو أحد حروف العلة، لازم هنا نتأكد هل الياء ديت أصلية ولا الياء ديت غير أصلية. هات الفعل الماضي من ينشأ فهتلاقي أنه نشأ، وبالتالي الياء هنا ليست ياء أصلية في الفعل ينشأ، وبالتالي ينشأ أو سأل أو أكل بنقول عليهم فعل صحيح مهموز. بالنسبة للفعل المضاعف، الفعل المضاعف هنا بينقسم إلى قسمين، ثلاثي ورباعي. الفعل الثلاثي هو ما يكون فيه تضعيف أو شدة زي الفعل شدة مدة هدى أو يحق، فعندي الفعلين دول فعلين مضاعفين صحيحين. طيب عندي مثلا هنا الفعل شدة، الفعل شدة هو فعل مضاعف. طيب ليه هو فعل صحيح مضاعف؟ صحيح لأنه بتخلو حروفه الأصلية من حروف العلة، ومضاعف لأنه بيظهر فيه تضعيف فثانيه كثالثه. فعندي هنا مثلا كلمة شدة لو احنا فكينا التضعيف بتاعها هتبقى حروفها شين دال دال، لكن طبعا ما بنكتبهاش كده، وبيظهر الحرفين دول بحرف واحد عليه شدة فبتتكتب بالشكل ده، هو الشكل الصحيح، والشكل ده هو لمجرد التبسيط بس عليكم علشان نوضح ان الشدة او التضعيف بيتكون من ايه. يحق الله الحق ويبطل الباطل، عندي هنا في كلمة يحق، يحق لو انا خدت الماضي بتاعها هنلاقيها حق، فعندي الحروف الاصلية هي الحاء والقاف، والقاف عليها شدتين، وبالتالي هنا القاف نقدر نفكها زي ما فكينا شدة، فهنلاقي بأن الحرف الثاني زي الحرف الثالث. عندي نوع من الفعل المضاعف بنقول عليه صحيح مضاعف رباعي. النوع الصحيح المضاعف الرباعي بلاقي عندي كلمات بيبقى أولها كثالثها وثانيها كرابعها، زي كلمة زلزلة، زلزل الجيش قلوب الأعداء. هتلاحظ هنا بأن الحرف الأولاني هو حرف الزاي، والحرف الثالث هو حرف الزاي، وفي المنتصف يظهر الحرف الثاني حرف اللام، ويظهر الحرف الرابع هو حرف اللام، وبالتالي أوله كثالثه وثانيه كرابعه. تعال نيجي على الفعل الثاني، وسوس الشيطان للعاصي. الفعل وسوس عندي أوله كثالثه وفي نفس الوقت عندي ثانيه كرابعه، فهنا عندي الفعل ده بنقول عليه فعل صحيح مضاعف رباعي. في النوع الثالث الفعل الصحيح السالم، الفعل الصحيح السالم علشان يبقى صحيح يبقى بالتأكيد ما عندناش هنا في حروفه الأصلية حرف علة، وبالإضافة إلى كده بأنه بيسلم من الهمزة وبيسلم من التضعيف، فثلاث حاجات ما بتكونش موجودة في الفعل الصحيح السالم، ما بيكونش فيه حرف علة، ما بيكونش فيه همزة، ما بيكونش فيه تضعيف. تعال نشوف الكلمات بتاعته، كلمة زي شكر المسلم ربه، كلمة شكر تخلو من حروف العلة، بنفس الوقت تخلو من الهمزة، في نفس الوقت ما فيهاش حرف مضاعف، فلا فيها شدة أو تضعيف، فلا يظهر أولها كثالثها ولا ثانيها كرابعها، فعندي هنا شكرة بنسميها فعل صحيح سالم. طيب في الجملة الثانية، يعلم الناس الحقائق. طيب كلمة يعلم ظهر عندي هنا فيها حرف الياء، طيب لازم نتأكد من كلمة يعلم هل حرف الياء فيها هو حرف أصلي ولا حرف ما هوش أصلي. تعال نجيب الماضي بتاعها فهنلاقي الماضي بتاعها علم، وبالتالي ما دام الماضي بتاعها علم يبقى هو فعل صحيح يختفل حروفه الأصلية من حروف العلة، في نفس الوقت زي ما احنا شايفين ما فيهوش همزة وما فيهوش تضعيف، وبالتالي الفعل يعلم هو فعل صحيح سالم. الفعل اغفر، اغفر لمن أساء إليك، سامح من أساء إليك. طيب الفعل اغفر عندي هنا الفعل بتاعه فعل صحيح سالم، طيب ليه؟ لأن الفعل اغفر هو عبارة عن الفعل غفر، وبالتالي هو تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة، بالإضافة إلى أنه تخلو حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف، فعندي الفعل اغفر هو من الأفعال الصحيحة السالمة، ولكن كل الأفعال الواردة في اللغة العربية تقبل التصنيف إلى فعل صحيح أو معتل بأقسامهما، وهذه الأمثلة هي لمجرد تبسيط الفكرة لا أكثر. القاعدة، الفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية، وأكد على كلمة حروفه الأصلية، من حروف العلة. أنواع الفعل الصحيح، عندي الفعل الصحيح المهموز وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة،
مثل الفعل أخذ، وعندي فعل مضاعف وهو ما كان أحد حروفه الأصلية مضاعفا، وينقسم إلى قسمين: الفعل المضاعف الثلاثي وهو ما كان ثانيه وثالثه من جنس واحد، يعني الحرف الثاني والحرف الثالث نفس الحرف زي الفعل مادة، فعندي هنا الثاني والثالث هما حرف الدال، وبالتالي هنا عندي الحرف الثاني والثالث من جنس واحد وهو حرف الدال. وعندي هنا فعل مضاعف رباعي، إيه هو الفعل المضاعف الرباعي؟ الفعل المضاعف الرباعي هو ما كان أوله كثالثه وثانيه كرابعه، زي ما أخذنا في الفعل زلزلة، عندي حرف الزاي في أول الكلمة بالإضافة لأنها في ثالث حرف في الكلمة، وعندي الحرف الثاني والرابع اللي هما حرف اللام، فأصبح هنا أوله كثالثه وثانيه كرابعه، وبالتالي تكون حروفه الأصلية تخلو من حروف العلة بالإضافة إلى وجود همزة في المهموز وفي المضاعف، تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة بالإضافة إلى أن يكون أحد حروفه الأصلية مضاعفا. وفي الفعل السالم هو ما خلت حروفه الأصلية من الهمزة والعلة والتضعيف زي الفعل جلسة. عندنا هنا مثلا في التدريب رقم 1، عين الفعل الصحيح وبين نوعه والسبب. الفعل يأكل، عندي في المثال الأول يأكل الطفل طعامه، طيب عندي الفعل يأكل هل هو صحيح ولا معتل؟ الفعل يأكل لو انت لاحظت ظهر في أوله ياء، طب خلينا نجيب الماضي بتاعه كده عشان نتأكد، فهتلاحظ بأن الماضي بتاعه أكل، وبالتالي حرف الياء ده ليس حرفا أصليا. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي الفعل ده فعل صحيح، إيه نوعه من أنواع الفعل الصحيح؟ فعل صحيح مهموز لأن أحد حروفه الأصلية حرف همزة. في المثال الثاني يفر اللص خائفا، في الفعل يفر، كلمة يفر هنا هي عبارة عن فر، وبالتالي الياء هنا برضو ما هيش أصلية، يبقى أنا عندي هنا الفعل بتاعي فعل صحيح، فأنا عندي هنا يفر، الفعل اللي موجود عندي هنا في الجملة ديت هو فعل صحيح، وما دام ظهر في شدة أو تضعيف فبنسمي الفعل ده فعل صحيح مضاعف. زخرف الفنان اللوحة، كلمة زخرفة هتلاحظ بأنه الكلمة تخلو من حروف العلة وبالتالي هو فعل صحيح، وهتلاحظ بأنها حروفها الأصلية ما فيهاش همزة وما فيهاش تضعيف، وبالتالي الفعل زخرفة هو فعل صحيح سالم. عندي بعدها اشترك المسلمون في مساعدة الفقير، الفعل اشترك، الفعل اشترك هنا هتلاحظ بأنه يخلو من حروف العلة في حروفه الأصلية بالإضافة إلى أن الفعل اشترك هو فعل تخلو حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف، فهو فعل صحيح سالم. في المثال الخامس وسوس الشيطان للإنسان ليعصي ربه، عندي هنا فعلين وسوس وليعصي، طيب خلينا نجيب الماضي بتاع يعصي هنلاقي عصى، وبالتالي عندي هنا عصى هو فعل معتل يبقى ملياش دعوة به، وعندي هنا وسوس أوله كثالثه وثانيه كرابعه، فعندي هنا الفعل وسوس هو فعل صحيح مضاعف. قم بحل هذه التدريبات ثم ناقش الإجابات مع معلمك، وقم بتوفير فعل صحيح مناسب في كل فراغ، وبين نوع الفعل الذي قمت بكتابته. بالنسبة للفعل المعتل، الفعل المعتل هو فعل أحد حروفه الأصلية حرف علة، وبالتالي الفعل المعتل هو عكس الفعل الصحيح، أي حرف علة لقيته في الحروف الأصلية داخل الجملة اعرف بأن الفعل بتاعك هنا هو فعل معتل. المعتل هنا عندي ثلاث أنواع مقررة عليك، الثلاث أنواع ديت فيها فعل مثال، والفعل المثال ده بيكون أوله حرف علة زي ما احنا نشوف في الأمثلة اللي موجودة عندنا. المثال الأول وثب اللاعب لأعلى، فهتلاحظ عندك هنا في الفعل وثب إن الفعل بيبدأ أوله بالواو، ومن المهم بأنك تفتكر بأن الواو ديت هي واو أصلية في أصل الفعل، فهنا إما دام الواو ديت أصلية يبقى الفعل بتاعنا معتل. طيب الواو ديت وقعت فين في ترتيب الحروف؟ وقعت في أول الفعل، فبالتالي هنا بنسمي الفعل بتاعنا فعل معتل مثال. في المثال الثاني وثق المسلم في ربه، برضو عندي هنا فعل بيبدأ بالواو وهو فعل معتل مثال لأن حرف العلة هنا بيقع في أوله. طيب في المثال الثالث وثق المؤمن صلته بربه، طيب في المثال الثاني ما كانش عندي تضعيف، في المثال الثالث أصبح عندي فعل بيبدأ بحرف علة بالإضافة إلى أنه ظهر فيه التضعيف اللي فوق حرف الثاء. في الفعل وثق المؤمن صلته بربه، الفعل وثق، الفعل وثق هتلاحظ بأن الفعل ده هو بيبدأ بحرف الواو، والواو ديت حرف أصلي من حروف الفعل، وبالتالي الفعل بتاعي فعل معتل مثال لأن الواو ديت وقعت في أول الكلمة. في المثال الرابع وعد الله المؤمنين النص، طيب لما أنا أجي هنا وأبص هلاقي بأن وعد عندي هنا الواو ديت واو أصلية، والواو الأصلية ديت
تخليلي الفعل بتاعي معتل، والفعل بتاعي هنا لازم تنتبه لأن حرف العلة ظهر في أوله وبالتالي بنسميه فعل معتل مثال. لاحظ حاجة في الجمل دي، ظهر مثلا عندي حرف الواو ولكن ممكن يكون الفعل معتل ولا يظهر الحرف ويكون محذوف. على سبيل المثال لو أنا قلت ثق في ربك، عندي هنا الفعل ثق، خليك واثق في ربك. طيب الفعل ثق هنا نوعه ايه؟ علشان تحسب نوعه ما بتقسش على الشكل الواضح قدامك، لا هات الماضي بتاعه علشان تعرف اصل الفعل ده ايه، فهتلاقي بان الفعل بتاعك هو وثقة. اما دام هنا الفعل كان احد حروفه الاصلية حرف علة، يبقى الفعل ده فعل معتل، سواء ظهر حرف العلة زي ما في الفعل وثقة او انه جاء حرف العلة بالشكل ده في الفعل الامر منه، فما يفرقش معاك حرف العلة ظاهر او مش ظاهر، لازم تجيب اصل الفعل علشان تحكم على الفعل بشكل صحيح. عندي في امثلة المجموعة التانية كلها امثلة للفعل المعتل الاجوف. طيب يعني ايه اجوف؟ الاجوف هو ما كان اوسطه حرف علة، فاحد حروفه الاصلية حرف علة وحرف العلة ده بيقع في وسط الفعل. عندك هنا مثلا على سبيل المثال صام المسلمون رمضان، الالف اللي ظهرت في الفعل صام وتقع في وسط الكلمة، يبقى انا عندي هنا الالف ديت اصلية لانها ظهرت في اصل الفعل، بالاضافة الى ان الالف ديت تقع في وسط الفعل فبنقول على الفعل صام هو فعل معتل اجوف. في الجملة الثانية تهون النفس في سبيل الوطن، الفعل تهون، تهون هنا الماضي بتاعها هانا، وبالتالي انا عندي هنا برضو الفعل بتاعي فعل معتل لانه احد حروفه الاصلية حرف علة، وحرف العلة ده ما دام بيقع في وسط الكلمة يبقى الفعل ده فعل معتل اجوف. في المثال الثالث باع التاجر السلعة بسعر رخيص، في الفعل باع ظهر عندي هنا في الحروف الاصلية للفعل حرف علة، وبالتالي الفعل بتاعي معتل، وحرف علة ده جاء ترتيبه في الوسط وبالتالي الفعل باع هو فعل معتل اجوف. نفس الكلام في الفعل المعتل الاجوف، ممكن ما يظهر لكش حرف العلة، زي مثلا اجي اقول لك صم رمضان او صم غدا، يبقى انا عندي هنا الفعل صام اتحذفت الالف بتاعته، فاصبح عندي هنا الفعل مكون من حرف الصاد وحرف الميم، فهتلاقي بان كلمة صم وهي في الاصل الفعل صام، يبقى عندي سواء لقيت في الجملة صم او لقيت صام، سواء ظهرت الالف او ما ظهرتش، يبقى انت هنا لازم قبل ما تحدد نوع الفعل بتاعك لازم تجيب اصل الفعل علشان تحدد نوعه بشكل صحيح. نيجي لأمثلة المجموعة الثالثة. أمثلة المجموعة الثالثة بتبدأ بالمثال الأول قضى القاضي بالحق. الفعل قضى لو هتلاحظوا هتلاقوا بأن فيه حرف علة وهو حرف الألف. طيب والفعل قضى هنا عندي فيه حرف علة أصلي، يبقى الفعل بتاعي فعل معتل، وحرف العلة ده وقع في الآخر فبنسميه ناقص، وبالتالي المثال أوله حرف علة، الأجوف وسطه حرف علة، الناقص هو آخره حرف علة. طيب لما يجي عندي هنا في الفعل الناقص الفعل قضى، في الفعل قضى هنا بتيجي تنتبه الى ان الفعل ده ما دام جه حرف علة في اخره يبقى احنا بنسميه فعل معتل ناقص، وبتحدد نوعه بانه فعل معتل ناقص. طيب الفعل يدعو المظلوم ربه فينصره، لو هتلاحظ هتلاقي في عندك حرفين هنا في الفعل ده، طب انه حرف فيهم الاصلي؟ تأكد من الحروف الاصلية للفعل فهتلاقي بان الفعل اصله دعا، دعا المظلوم ربه فنصره مثلا، فعندي هنا الفعل دعا يبقى انا عندي حرف العلة الاصلي في الفعل ده هو حرف الواو، وبالتالي الفعل يدعو هو فعل معتل ناقص علشان ظهر حرف العلة في آخره، وكان حرف العلة ده من الحروف الأصلية للفعل، يبقى أنا عندي هنا الفعل يدعو هو فعل معتل ناقص علشان أحد حروفه الأصلية حرف علة، وحرف العلة ده بيقع في الآخر. في المثال الثالث ارمي الهموم خلفك وابتسم للحياة، في كلمة ارمي، الفعل ارمي أصله هو الفعل رمى. طيب لما أنا أجي أبص على أصل الفعل رمى هو في حرف من حروف العلة، ولكن حرف العلة ده مكانه في الآخر وحذف، فأصبح عندي هنا الفعل ارمي سواء جالي بصيغة الماضي رمى أو جالي بالصورة بتاعة الأمر زي ما أنا شايف قدامي هنا، في الحالتين الفعل ده بيبقى فعل معتل ناقص علشان أحد حروفه الأصلية حرف علة، بالإضافة لأن حرف العلة ده بيقع في آخر الكلمة. في نوع رابع هنا بنعرضه على حضراتكم ولكن ما هوش مقرر عليكم، وهو من باب العلم بالشيء والاستزادة بالعلم. النوع ده هو ما يسمى بالفعل اللفيف. الفعل اللفيف هو ما اجتمع به حرف علة، وبالتالي ما فيهوش حرف علة واحد، لا هو فيه حرفين علة. طيب ايه انواع الفعل اللفيف؟ النوع الاول هو فعل لفيف مفروق، والفعل اللفيف المفروق ده هنلاقي به حرف علة وفرق بينهما حرف صحيح، يعني حرفين العلة ما جوش وراء بعض. طيب ازاي؟ طيب خلينا نأكد على ان الفعل اللفيف هو كل فعل اجتمع به حرف علة في حروفه الاصلية، وبالتالي عندي هنا في الفعل
الفعل اللي فيه في المفروق فعل اجتمع في حروفه الأصلية حرف علة وشا. الأفعال ديت هتلاحظوا حضراتكم بأن فيها حرفين علة، والأفعال ديت فصل ما بين الحرفين العلة فيها حرف صحيح، وبالتالي عندي هنا الفعل ده بنسميه فعل لفيف لأنه اجتمع به حرف علة في حروفه الأصلية، بالإضافة لأننا بنسميه لفيف مفروق علشان حرفين العلة دول مجوش وراء بعض ولكن فصل بينهما حرف صحيح. في النوع الثاني عندي فعل لفيف مقرون. الفعل اللفيف المقرون به حرف علة متصلان، حرفين العلة جايين وهنا في المرة دي وراء بعض. على سبيل المثال الفعل أوى أو الفعل شوى أو الفعل روى، وعندي مجموعة تانية من الأفعال. هتلاحظ في الأفعال ديت بأن عندي هنا حرفين علة وحرفين العلة دول جم وراء بعض لم يصل بينهما حرف صحيح، فبنسمي اللفيف ده فعل لفيف مقرون. وبالتالي الفعل اللفيف بنأكد على أنه هو معلومة زيادة لأبنائنا الطلاب علشان تستزيد بالعلم، بنأكد على أبنائنا الطلاب بالفعل اللفيف علشان لما تلاقي الأفعال ديت ما تكتبهاش في الفعل المثال ولا في الفعل الأجوف ولا في الفعل المعتل النقص. القاعدة: الفعل المعتل هو الفعل الذي تكون أحد حروفه الأصلية حرف علة وله ثلاث أنواع. النوع الأول هو الفعل المعتل المثال وهو ما كان أوله حرف علة، مثل الفعل وجد، فهتلاحظوا بأن أوله حرف العلة الواو. النوع الثاني الفعل المعتل الأجوف وهو ما كان أوسطه حرف علة، مثل الفعل صام. النوع الثالث هو الفعل المعتل الناقص وهو ما كان آخره حرف علة، مثل الفعل قضى. وبنأكد في تحديد نوع الفعل بتاعك بأنك لازم تنظر إلى الفعل الأصلي والحروف الأصلية للفعل، سواء كان في حرف محذوف أو كان في حرف زائد علينا لازم نستبعده علشان تحدد ما إذا كان الفعل بتاعك فعل صحيح أو فعل معتل، ولو كان صحيح أو معتل إيه نوعه بالضبط. بنفكركم في النهاية بأن حروف العلة هي الألف والواو والياء. الألف زي ما في باع أو قام، الواو زي ما في وقف أو يدعو، والياء زي ما في يبيع أو يرمي. عندنا في التدريب ده عين الفعل المعتل وبين نوعه والسبب. في الجملة الأولى بيقول لنا يخشى المؤمن ربه. في الفعل يخشى هتلاحظ بأن أصل الفعل بتاعي خشية، طيب يبقى أنا عندي هنا فعل معتل وأخره حرف علة، يبقى هنا النوع الفعل بتاعي فعل معتل ناقص، معتل لأنه أحد حروفه الأصلية حرف علة وناقص لأن حرف العلة ده يقع في الآخر. ارمي الفضلات في السلة، هتلاحظ هنا بأن الفعل أصله رمى، يبقى أنا عندي هنا حرف محذوف، فهنا عندي رمى هو فعل معتل ناقص، معتل لأنه أحد حروفه الأصلية حرف علة وناقص لأن حرف العلة ده بيقع في نهاية الفعل. في المثال الثالث يصف الصياد جمال البحر. الفعل يصف لو احنا جبنا الماضي بتاعه هنلاقي وصف، فأصبح عندي هنا حرف الواو اللي بيبدأ به الفعل في حروفه الأصلية، يبقى أنا عندي هنا الفعل معتل لأنه أحد حروفه الأصلية حرف علة، بالإضافة إلى أنه هنا معتل مثال لأن هنا بداية الفعل بتاعي حرف علة. في المثال الرابع قف خاشعا في الصلاة، لو أنا جبت أصل الفعل قف هلاقي وقف، فهلاقي بأن الفعل وقف أحد حروفه الأصلية حرف علة، وبالتالي الفعل بتاعي فعل معتل وحرف العلة ده ما دام بيقع في بداية الكلمة يبقى أنا بقول عليه معتل مثال. في المثال الخامس ينال الناجح الجائزة. الفعل ينال لو أنت جبت الماضي بتاعه هتلاقي نال، وبالتالي ظهر حرف الألف في أوسط الفعل وهنسميه فعل معتل أجوف لأن حرف العلة ده بيقع في منتصف الفعل. قم بحل هذا التدريب وضع فعل معتل مناسب وبين نوع الفعل المعتل الذي ستضعه داخل الفراغات. وفي النهاية بنعرض على حضراتكم التدريب ده وهو تدريب عام على الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة، وبنطلب من أبنائنا حل التدريب ده ومناقشة إجابات القطع ديت مع معلم. شكرا لحضراتكم وبنتمنى للجميع كل التوفيق.